البازل ما عم تزبط. ما عم تزبط، هتجرب لانه اكيد مش هتبقى مطرح المناسب. الحياة مثل هالبازل، بتركب فيها الكلمات اللي عزوقك ليطلع معك الجملة اللي بتناسبك، وكل محاولة هي تجربة جديدة. هالحياة جوانب كتير، اجتماعي، اقتصادي، بيولوجي، كيميائي وغيره، وكلهم مرتبطين ببعض. واليوم حنتناول الجانب الكيميائي والعناصر الكيميائية مثل نيتروجين، هيدروجين، صوديوم، كالسيوم، نحطت بجدول مثل هالبازل وصارت تنجمع مع بعض ليطلع عنا مركبات نستعملهم بحياتنا اليومية. كل يوم الصبح منغسل بالمي والصابون، ناخد سندويشة لبنة مع رشة ملح، نشرب كباية شاي مع سكر، ومنروح على المدرسة بالهواء النقي. علي، تعرف بهالجملة اللي قلتها كم مركب كيميائي صار مرق؟ سكر، ملح، مي، هواء. كيف بدنا نكمل كل نشاطات حياتنا؟ كم مركب كيميائي بنكون عم نعيش معه نحن مش حاسين؟ خلينا نتصور سوا ونعمل سبوت لايت كل مرة على مركب كيميائي جديد.